أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم المميز لقاءات وحوارات خاصة. وفي هذه الحلقة معنا السيد محمد عصام. مساء الخير. مساء النور. بالبداية السيد محمد، ممكن تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حضرتك؟ أنا أعمل مجال التصميم الجرافيكي، مجال التصميم المطبوعات، وإحنا هون نعمل تصميم عنا وننفذ للمطابع. سيد محمد، ممكن تحكي لنا من وين اجتك الفكرة؟ هلا انا لي حوالي 18 سنة بالشغل بالمجال هذا، اخذت دورات بعدين اشتغلت باكثر من مطبعة، بعدين قررت اني اعمل المشروعي هذا. سيد محمد، ممكن تحكي لنا شو المميز بشركة بدر للتصميم؟ لانه هلا بتعرف حضرتك اكيد كل قطاع خاص فيه مجال تنافس كثير كبير، ايش اللي بيميز شركة بدر للتصميم عن الشركات الاخرى؟ هلا احنا انه الخبره الطويله عندنا بالمجال هذا، وميزنا الخبره الطويله وسرعه خدمه الزبون. سيد محمد، ممكن تحكي لنا شركه بدر للتصميم ايش بالضبط بتقدم خدمات؟ هلا تصميم مطبوعات تجاريه بكافه الانواع، وتصميم لوحات الاعلانيه، ونشر مجال بطاقات الافراح، وتصميم مواد دعائيه، ومنشغل مجال المقات والتيشيرتات، يعني بشكل جميع المطبوعات. سيد محمد، وين بتشوف شركة حضرتك من هون لخمس سنوات؟ اتوقع انه تكون يعني احسن الشركات ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لك السيد محمد عاصم. سيد عاصم، ممكن تحكي لنا عن المشاكل والمعوقات اللي بتواجهك باثناء عملك؟ هلا هو كمشاكل بواجهنا هي انه ما في حركة بالبلد، يعني هاي المشكلة الأولى، انه البلد هلا مهدي الأمور، ما في حركة، هاي المشكلة الوحيدة يعني، أما غير هيك ما في مشاكل. سيد محمد، لو في يوم من الأيام حلفك الحظ والتقيت بصاحب الجلالة، شو بتحب تحكي له؟ بنشكره على كل جهوده. نهاية هذا اللقاء سيد محمد، لمين بتحب توجه رسالة شكر؟ وجه رسالة شكر لوالدي. الله يخلي لك يا ويطول بعمرك. الله يبارك فيك، ولكم انتم القناة على جهودكم. كل الشكر لك سيد محمد عاصم والتقدير. أعزائي المشاهدين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر السيد محمد عاصم صاحب شركة بدر للتصميم، مكان تواجدها سويلة حي الفضيلة شارع فضل صقر. إلى اللقاء في حلقة جديدة ومتجددة. يعطيك العافية ونورتنا عبر الشاشة. أهلا وسهلا.